مساء، أنا بيير الحشاش. أنا بكون خالة لميا حليب، خالة مش اللازم، يعني مش بنت أختي هي، بس إما بتكون بنت عمه لابن خالته لبيي، وهي بتعيط لي يا خالة تقبرني إن شاء الله. نحنا كتير زعلانين من تصرفاتها لميا، نحنا بهنش علينا، وهيدي مش من عوايد العائلة. بيا فيش قابل يحكي مع حد يا زلمة، قالوا له طيطلع على التلفزيون ما قابلش أبدا. بعتها للبنت وكل فترة تتصل فيه وتقول له يا بيي أنا عم بطلع الأولى. هو أشتكر يا حرام، عم تطلع الأولى بالجامعة؟ طلعت هي عم تطلع الأولى بالساكس، ولو كمية ولو كخالة. أنا حضرتهم مشاهدك وأفلامك. نحن مش أخد على خاطرنا من التظليم، نحن أخد على خاطرنا من تصرفاتك اللي قبتليش بسمة العائلة. ولو كخالة بيجي هيدا الصبي تبع البيتزا بتقولي له شو أما بتقولي له أما عيش مصاري، تقعد تحرقسي له الورورة تبعه، مش انت ده ما تدفعيلوش. ولو ما بيك على بعتلك مصاري الله، بيك موزعتين على كل الضيعة يا عم بالمنطقة. حلوة ديني، بعدين بتصلحي السيارة بتزعرني كمان، بتروحي على الجراج لتصلحي السيارة بتدفعي، مش بتصلحيها بتزعرني، وكمان أجار البيت بتزعرني. وبيجي هنا تصلح لك الحنفية وكخالة تلبسي تنور عصير وتوقفي فوقه، اش معناتها يا حرق ايدينك؟ شو هالبنت الورشة؟ بعدين انا هذا المشهد الاخير الواحد حضرته ما فهمتش ابدا، انه كيف يعني، كيف يعني انه الارض ماي بتزحطي وبتجي راكبه على الهاي للزلمه بحضه؟ لا بصيرش هيك اميه الخخالة، نحن ما هيكش علمناك، رجع على لبنان وقول لنا حديث طويل معك. ليه بشا؟